مشاهدينا، ورد إلينا هذا الخبر العاجل حيث اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية مدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والسادة وزراء الداخلية والكهرباء والأوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والأثار وقطاع الأعمال العام والطيران المدني. هذا وتناول الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتدادا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحادية الجديدة. وفي مقدمة تلك المشروعات هو المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل الدلتا الجديدة، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع 1 مليون فدان في مراحله الأولى وقابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية. وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية ومن ضمنها مشروع مستقبل مصر، كما يضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية ومطار العلمين الدولي ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح. ومن ضمن المشروعات الرئاسية أيضا لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50,000 فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العالمين للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية البحرية للعلوم والممشى السياحي على الكورنيش، وذلك بطول 14 كيلومتر والمنطقة المركزية، وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي 2 مليون نسمة. هذا وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة. كما اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي وعلى محاور الربط ما بين تلك المشروعات وكذلك مع سائر محافظات الجمهورية بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولي الساحلي وطريق وادي النطرون العالمين. هذا وقد وجه السيد الرئيس بأن تتم عملية تطوير تلك المحاور والطرق بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وبإنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلا نظرا للتنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة على مستوى الجمهورية. كما أطلع رئيس كذلك أو اطلع على عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظة الإسكندرية خاصة تلك المتعلقة بتطوير استغلال الأراضي. وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بحوكمة وتحديد جهة ولاية الأراضي جنوب منطقة المنتزه للحفاظ عليها من أي تعديات. كما تابع الرئيس كذلك الموقف التنفيذي الخاص بتطوير وبتحديث المناطق والتجمعات على ترعة النوباريا فضلا عن تبطينها ورفع كفاءتها. كما تابع الرئيس كذلك سير العمل ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية في نطاق اختصاص السادة القادة والوزراء من الحضور، ومشددا سيادته على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لانتهاء من هذا التنفيذ وفق أرقى المعايير والجودة الإنشائية.